موجز من اخبار جديد ياتيكم من موقع صدى البلد، اهلا بكم. نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بتحصيل غرامات ماليه من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا. وصرح المركز انه لا صحه لمن انتشر حول اصدار اي قرار بتحصيل غرامات ماليه من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا. شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب إسوان ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وذلك بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار واللواء أشرف عطية محافظ إسوان بجانب 56 من سفراء دول العالم المختلفة والدبلوماسيين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف، وأيضا كبار الكتاب والصحفيين والمدونين بحضور 3000 سائح وزائر من مختلف أنحاء العالم. غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إحدى مستشفيات الدقي، وتوجه على الفور إلى مقر القلعة الحمراء، وذلك لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية انتقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. نجح مصطفى النمري لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة في تحقيق ذهبية بطولة المصارعة للماسترز في بطولة العالم والتي استضافتها اليونان. ونجح مصطفى النمري في تحقيق الفوز على لاعب ألمانيا بفارق 10 نقاط كاملة. كشفت منار غانم متنبئ جوي بالأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة في الساعات المبكرة من النهار وساعات الليل المتأخرة في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الأجواء الخريفية هي السائدة على أغلب أنحاء الجمهورية. وتتوقع هيئة الأرصاد طقساً حاراً على معظم محافظات البلاد، رطباً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأيضاً مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من درجة الحرارة. أما عن طقس اليوم فهو معتدل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس في المساء وارد جداً. وحذرت هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة في المساء بشكل ملحوظ، وضرورة ارتداء الملابس الخريفية وارتداء الجواكت في الأماكن المكشوفة وعلى الطرق السريعة. إلى هنا انتهى الموجز الإخباري. للمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد. شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء.